السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم السابع للكتاكيت في الفقاسة. نشوف نفتح ونبص على بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، علشان نشوف المكان. المكان تقريبا نداء عليهم، محتاجين يتنقلوا في مكان اوسع، نجهز لهم مكان اوسع. بكرة ان شاء الله نجهز لهم مكان اوسع من ده. دلوقتي بالليل يعني الساعة 12 بالليل، النهار يطلع نجهز لهم مكان أوسع من ده وننقلهم، ونصور لكم برضو احنا بننقلهم في المكان أوسع من ده، ونتابع إن شاء الله مع بعض الحد إن شاء الله. محتاجين بوكس أكبر من دي.